تخيل حضرتك داخل محل أحذية بتقيس حذاء فيها مشكلة دي، مش كده؟ تعال نشوف يا مجدي. أيوة. 37 على 12 ماشي. تحب انت الفواتح بقى عندك كتير؟ انا حاجة على دي هايلة. دي هايلة معقولة ممكن يفرق. طيب الشمال بس حضرتك تقلعها لو افتكرت. لا معلش بعد الثانية واحدة بس معلش انا اسف. انا ما انا هقول لحضرتك حضرتك هتقف على رجلي كتير. محتاج ان انا يعني اليمين بالذات هي اللي اهم حاجة انا اسف. ايوه بس في بعد اذن حضرتك انا عايش بره 20 سنة تقريبا. ففي بره يعني في تطور شوية في الصناعة بالنسبة للجيوز وكده ودراسات. انا عملت دراسة في جيوزون بره. في جي ايه؟ في جي فيجون. ده اللي هي لافون يعني. حضرتك بتضحكي ليه؟ يعني دراسة على ايه حضرتك؟ نعم؟ حضرتك أي قدم؟ سوري يعني معلش أنا طبعًا أنتوا قطعًا 100% عارفين يعني إن القدم في الصيف بتتمدد شوية. في الثانية واحدة بس هكمل حضرتك وهو هيلبسك وهريحك. لا أنا لازم الشمال حضرتك كمان لسبب لأن القدم بيتمدد في الصيف وبينكمل شوية في الشتاء. حضرتك أنا يعني بسافر بره كتير حضرتك ما حصلش كده يعني لسه شاري جزم. طب طبعا يعني حضرتك هتزعل يعني؟ بليز؟ معلش حضرتك عشان معلش عشان خاطري. بعد إذن حضرتك متشكرين جدًا. يلا بقى بالنسبه لل الشراب معلش معلش طبعا حضرتك انا هريحك صدقني. سخف اللي انا بقوله لك صدقيني يا مدام انا هعمل حاجه حضرتك حاجه جديده يعني حضرتك يعني محدش بيقلع شراب عشان يقيس جزمه لا حضرتك الناس تلبس كيس عشان تقيس لا كيس ده بالنسبه سوري للليدي زي حضرتك لكن بالنسبه للمان يعني والله حضرتك انا عمري حضرتك قيست جزمه ولا قلعت شراب. طيب طب احنا دلوقتي احنا مش مفيش مشكله يا حضرتك وبعدين كان في زبون هنا حضرتك لسه ماشيين من دلوقتي عملت معاهم التجربه سعداء جدا بيها فانا ما ينفعش يعني الجزمه حضرتك معلش الجلد تفرق جلد عن ان انا بس طب ممكن تطوعني حضرتك ما فيهاش مشكله وانا هخدمك جدا في الموضوع ده ثق فيا. ازاي حضرتك هتخش في الخدمه؟ ما دخلتش في الخدمه. طب اقلع حضرتك شايف ثانيه واحده حضرتك انت بتضايق من حاجه؟ يعني انا مضايق؟ ما ينفعش نقلع الشراب يعني ليه في ايه؟ حضرتك زي الفل وباشا هتقيس الجزمه على شراب حضرتك لا مش هتقيسي اسمعني بس انا عايز اريحك عايزك حضرتك بتضحكي لانك متصوره ان ده ما انا مش فاهم بصراحه يعني اول مره اشوف كده بصراحه الثق في اللي انا بقوله لحضرتك انا ما بكذبش عليك والله يعني ثق. طب ايه يا شباب سوري بليز يعني احنا اخوات مع بعض يمين ولا شمال بقى حضرتك؟ يا ريت الاثنين معلش الاثنين معلش طب ايه طب ايه طب يعني بس حضرتك خمس ثواني هريحك صعب حضرتك يعني هريحك ثق فيا هريحك حضرتك حصل كده يعني بيحصل انا هريحك يا ريت الفرد الشمال شمال اتفضل عشان يفهم اتفضل مفيش مشكله انت احنا غرب احنا قاعدين مع بعض اهلا وسهلا السلام عليكم الله اهلا وسهلا مساء الخير مجدي مساء الخير اخبارك ايه؟ الحمد لله الجزمه البني خلصت بتاعتك؟ طب تمام ازيك انت وازاي اخبارك؟ الحمد لله اخبار حضرتك بص حضرتك بص حضرتك بالمناسبه دخل شوفي حضرتك والله حضرتك والله يعني فعلا خفة الظل غير عادية فعلا لا ده هنا هتتبسطي قوي وهيستريح وانا هريحك فعلا ايوه يلا يا مجدي جيب الحاجة بقى هي غريبة قوي حضرتك ليك حق حضرتك سارة وليك حق حضرتك تضحكي بلد ايه حضرتك يعني انا من بلد ايه يعني انا ستوكهولم كنت ستوكهولم اللي قعدت ده انا قعدت كتير انا لفيت بقى باريس وبعدين طلعت لندن وستوكهولم قعدت فترة بره طبعا انا اشتقت لبلدي انا بقى لي دراسة سنة هنا والحمد لله زبوني طوالي خش يقلع طوالي بس حضرتك متهيألي كنت الشباشب يعني حضرتك بيكون عايز الشبشب يعني انما جايز بقى والله العظيم حضرتك فعلا ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ دي مية 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 انا قلت لحضرتك هريحك ما تقلقش تريح ايه حضرتك يعني انا جاي استحمى
استغفر الله العظيم. ثق في اللي بقوله لك، انت مش مضرور. جبت الديتول؟ ديتول ايه يا حضرتك ده يعني؟ جيب ميه وديتول؟ لا ديتول لا، ايه حضرتك ما عندوش حساسيه يعني؟ لا مش حاجات حساسيه، دي بتعمل تراتش في الـ في الـ في الـ تراتش. يعني ايه تراتش حضرتك؟ هتعرف كل حاجه. اي لغه دي حضرتك؟ انا عايز افهم يعني. ما هو دي مهنه الاحذيه. سوري يعني. لا حضرتك خلاص، كل حاجه عايز غزمه. لا حضرتك طب ثانيه، مش عايز. لا ايه ده، ثانيه حضرتك. لا حط هناك، حط هناك يا مجدي بنظام يا مجدي. حاضر حاضر. وسبع نقط بالظبط. ثانيه واحده حضرتك. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده حضرتك، ثانيه واحده. مش عايز، ثانيه واحده. مش عايز حضرتك، مش عايز. ما تخافش حضرتك، مش عايز. طب ليه؟ طب انتظرني، هتبقى زبوني فعلا. لا انا مش عايز. هتحبني جدا. سيب سيب فيا. لا حضرتك اصل انا مش كده. لا مش طبيعي كده حضرتك. طب حضرتك مش هتندم. ايه حضرتك؟ مش عايز انا جزمه حضرتك. ثانيه واحده حضرتك، عشان انا ده انا كنت هتوقعني. ده انا عايز اخدمك. خلاص انا هريحك، ما تقلقش. طب عشان خاطري، عشان خاطري ثانيه واحده. انا مش عايز استريح. عشان خاطري انا هريحك، ثق فيا. معلش بليز، عشان خاطري حط رجلك. لا 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 مفيش، ده هتنشف كل حاجه. هقول لحضرتك حاجه بليز، عشان خاطري. انا عمري حضرتك ما اشتريت. طب بليز، انا الوضع المنظر ده ليه؟ انا مشتري حضرتك عشان تبقى زبون عندي، ثق في كلامي. انا ما بكذبش على حضرتك. طب جرب مره، جرب يعني. نفسي حط رجليك، حط رجليك عادي خالص. تعالى كده يا مجدي، بعد اذن حضرتك حط الشمال. طيب حط شمال حضرتك. ما حضرتك هتتبل. ما تقلقش ازاي يعني؟ في فوطه، في فوطه. هات يا مجدي. مش معقول يا مجدي انا اقعد اقول كل مره كل حاجه. ده حضرتك كده الفوطه. طب تعالى اتفضل نضيف شمالك. حضرتك في امراض ممكن تتنقل لو سمحت. وري له الفوط، هات له الفوط كلها عشان يشوف. احنا هنا بثقه شديده جدا. ما انا ما احنا لا لا لا، هو بس صعب عليه. بص حضرتك شم الفوط، جديده جدا. لا جديده نظيفه. تعالى ارجوك كده يا مجدي بعد اذنك، بس عشان دي بليز. اهو يا استاذ خد، اهو الفوطه حضرتك. حضرتك عملت كده قبل كده يعني؟ ده المفروض طبيعي يعني. حضرتك ده ما فيهوش حاجه، ده كده اهو. انا بكذب؟ سنين المحل يعني. احنا يعني ما هو دي تاني سنه، دي تاني سنه. ميه وديتول حضرتك؟ طب عشان خاطري، عشان خاطري طوعني. انا انت مش خسران حاجه، انا اريحك والله. خسران حضرتك؟ انا بعد كده رايح مشوار وهنشفها لك. هتروح يتبل حضرتك. انا لازم اكسبك للمحل. معلش دخلنا غلط. لا معلش ليكي حق. حط التاني حضرتك. مادي اعمل بيكول. اعمل بيكول. لا خلاص كده، تعالى كده كده. تعالى اعمل بيكول. ما هو البيكول ده اهم حاجه في الحكايه. يعني اللي هو هتعرف كل حاجه حضرتك دلوقتي. معلش حضرتك، معلش حضرتك اصل يعني دكتور وفاهم يعني ايه بيكول ده. انا عايز حضرتك دكتور. ايوه حضرتك. طب ازاي بقى مش عارف القدم؟ يا خبر ابيض. طب الاحضان يعني. طيب كمان قوي. ايوه خد دي بقى من هنا كده. لا حضرتك كده هتجرقني لو سمحت كده. طب بس 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 خلاص خلاص نشف حضرتك. خلاص كده لو سمحت. طيب نشف يا مجدي، ارفع رجله بره يا مجدي. الزبون هيتضايق. بعد اذن حضرتك. الزبون لو سمحت بعد اذن حضرتك. دلوقتي حضرتك كل ده عشان انا اعمل لك الفيجيفيون. صدقني يا عم ايه الفيجيفيجيون ده؟ يلا نقول بلاش المحل ده. معلش معلش. مش طب مش صدقني لو خرجت ثانيه واحده بلاش. صحيح انا مش عارف. انا لو خرجت طب انا عارف. انا مش عارف خلاص. انا مش عارف لما تقتنع تماما. لا يا استاذ شوقي اهو اتفضل حضرتك. بالمناسبه اتفضل حضرتك، اتفضلي. بصي حضرتك اهو. طب اسمع كلام يا استاذ شوقي. يا ريت حضرتك تستنى. طب استنى يا عم. ايه انت بتعمل ايه دلوقتي يا عم؟ انت مش عارف. استنى مش عارف. سوري بس عشان الارض ما تتبلش. اخويا مش غربان، احنا جايين ناخد جزمه مش جايين. يا عم انت حضرتك بتقول غربان يا عم. انا احنا غلطنا في حد، احنا مش غلطانين في حاجه يا عم. حضرتك معلش عشان خاطر حضرتك. ايه انت جايبها دي يا عم؟ سوري حضرتك بعد اذنك شوقي بيه. شم دي لو تكرمت. شمتها وريها بقى الاستاذ. خلاص اول اخر استعمال. اول استعمال اول اخر استعمال. مش دعوه حضراتكم، مش فاهمين ايه ده. احنا مش عايزين نفهم. طب انا مش عايزين حضرتك. خليكي معايا حضرتك. انا هعمل لك ما حاجه غريبه. ما هعمل على البشرة بيرول 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 يعمل تيوس يعني. تيوس يا عم انت بتعمل ايه؟ هل يعملوا ايه هنا ده؟ كلامي محل ايه ده؟ مش معقول. حضرتك تعبتني جدا. سيب رجلك، سيب رجلك المحل. سيبك يعني ناخد اخويا من غير رجل. اول ما جه قلت له فعلا الجمله دي، سيب رجلك. انا غلبان هتغسل رجلي يعني. هريحك مش هتغسل. الماده اللي هنا اعمل له بس الفاضل. اسمع حضرتك وانا هريحك. ان ما ريحتكش قول الراجل ده بيتكلم اي كلام. خد لي المشط بالراحه. مشط يا عم. ايوه يو ايه بس تريح جامد. ايه
اهو اهو حضرتك يا نانا مش بتيجي دايما هنا مع استاذ شوقي؟ نشوفه يعمل ازاي. ايوه هيعمل هيعمل. مجدي مجدي عشان نريحهم هات 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 الشغل بتاع الاستاذ. استاذ مجدي هات مجدي ايه لوحدي استاذ مجدي رجل رجل الاستاذ شوقي سوري رجل رجل انا اريحك. لما بيتصرف في المسام بيجيب نتيجه عظيمه صدقني صدقني انا ما اكذبش على حضرتك. طيب خلاص ريحه وريحه خلاص انت مش محظوظ على فكره لازم 3 دقايق ونص 3 دقايق ونص. ادي البس الشراب افرد الشوز من الكعب انت كعبته شوز اليمين افرد ما احب الشوز يبقى منظره في الكعب. عايزين نقوم ونمشي يلا يا عم منظر المكعوب ده بينا. طيب خلاص ثاني حضرتك البس شوز اليمين ثاني قلت لا الشمال البس حضرتك ما تقلقش البس حضرتك البس حضرتك اليمين. طب فين الجزء الجديد؟ البس من غير جزمه حضرتك مسك كام حضرتك؟ البس من غير جزمه 43. اوكي البس دي البس هوريك عشان تعرف ان انا ان انا بعمل ده لخدمتك. حضرتك بتقول له قول له ميزه يا انت حضرتك هتعرف بعد كده قيمه كل اللي عملته. اتفضل حضرتك معلش البس حضرتك شمال البس يا عم البس يا عم طب يعني اعتبرني مجنون البس واحنا مش هنقول اكتر من انا هريحك حضرتك قلت لك هريحك هتستريح دلوقتي حضرتك سؤال وبشرفك مستريح ولا تعبان؟ عشان كسبت يعني انت مستريح دلوقتي؟ اه انا كده ريحت حضرتك المقاس بتاعك مش موجود مش وعدتك ان اريحك؟ مالها ده مطهر حط لا انا مش هحط رجليا في مطهر انا غاسل رجليا انا جاي اقيس جزمه دلوقتي حضرتك جاي بتقول لي كتر ومش كتر حضرتك زعلان ليه معلش حضرتك بقول لحضرتك انا عمري بحياتي يعني مش اول مره اشتري جزمه اصلي يعني. ما هو منفعل ليه بس حضرتك ايه ده ايه يا عم لا دلوقتي يا عم انا حاجات هفهم حضرتك بس حضرتك لو سمحت هفهم حضرتك بس هفهم حضرتك وحياه ربنا ما انت ماشي وانا حلفت بالله اقعد اتفضل حضرتك يمين الاول والشمال يمين الاول اهو شوف بقى حضرتك اللي هيحصل لرجلك حط بقى حضرتك حضرتك صدق حط حضرتك بقى لا مش هحط رجلي بليز تحط رجلي لا معلش انا اسف معلش انا مش بليز حط رجلي يا عم اوعى بقى يا عم ايه ده ايه ده ايه ده مش عايز احط حاجه من وشي يا عم